مساء الخير على كل الأهلوية اللي بيتابعونا يوم جديد وحلقة جديدة السادسة مساء. أهلا وسهلا بحضراتكم. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد ومساء الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من برنامج السادسة في أخبار كتير زي ما عودنا حضراتكم. أخبار الأهلي كمان أكيد هنتكلم عن موضوع ميسي وآخر التطورات، وكمان هيبقى معنا ضيف مهم في الحلقة يا أحمد. طبعا كابتن جمال مساعد واحد من نجوم النادي الأهلي هشرفنا النهاردة في السادسة. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة، احنا من يومين، وقبل ما اتكلم حتى على من يومين، الحقيقة احنا من اللحظة دي نعد 25 يوم بدأت لحظات الحسم تقترب، يعني اللي فات زي ما بنقول كده حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. على كل الأحوال أعتقد أن لعيبة الأهلي من فترة طويلة وهم حاطين قدام عينيهم طبعا بطولة أفريقيا، احنا بنتكلم على مباراة الذهاب إن شاء الله يوم 26، والكلام ده مش كلامي، الكلام ده كان مقرر طبعا من الأول يا سارة، لكن احنا خلال الأسبوع اللي فات والأخير وحتى تواصلنا مع كتاب صحفيين في المغرب عشان نتابع تطورات طلب الوداد المغربي بتأجيل لقاء الذهاب في بطولة أفريقيا، وتكلمنا على إصابة عدد من لعيبة الوداد بفيروس كورونا، ربنا يشفيهم طبعا ويرجعهم لناديهم بالسلامة. لكن النهاردة نقدر نقول إنه الموضوع ده اتقفل، لأنه الاتحاد الأفريقي رفض بالفعل طلب الوداد بتأجيل مباراتي الذهاب والإياب مع نادي الأهلي في قبل نهائي دوري الأبطال، وده مهم جدا لأكثر من سبب. احنا يمكن لما اتكلمنا المره اللي فاتت انا وسارة في السادسه على فكره التأجيل وانه ليها ممكن يكون مميزات كتيره جدا ومنها ممكن يكون عيوب، وقلنا ان كل يوم تأجيل ممكن يصب اكتر في مصلحه النادي الاهلي، خصوصا فيما يتعلق بحالات المصابين او الاصابات اللي موجوده داخل الفريق وعودتها وتأهيلها ودخولها لفورمه الماتشات، وده يساعد بشكل كبير النادي الاهلي. لكن بيتهيالي برضو فكره عدم حسم الامور يا سارة بتسبب حاله من حالات التشتيت. حضراتكم تعرفوا كويس جدا انه لما الواحد بيبقى عنده امتحان وميعاد الامتحان ده ما يبقاش متحدد، نبقى مختلفين، والله هيبقى يوم كذا، لا هيتاجل يوم كذا، الى حد ما ده بيعمل حاله تشتيت عند اللعيبه او عند اللي داخلين الامتحان. وانا بيتهيالي ماتش الوداد امتحان كبير جدا للاعيبه الاهلي، رغم ان شاء الله ان عندهم قدره كبيره جدا على تجاوز الامتحان الصعب. فرصه الجيل الحالي من النادي الاهلي من لعيبه النادي الاهلي كبيره جدا في تحقيق حلم طال انتظاره والفوز باللقب التاسع ان شاء الله قدام الوداد، وهنتكلم مع حضراتكم طبعا بالتفصيل عن تطورات الامور. يمكن فعلا يا احمد وجود غيابات الحقيقه في صفوف النادي الاهلي مؤثره، وخصوصا الهدف الاول والاخير لينا هو افريقيا باذن الله، ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بطوله افريقيا. ولكن برضو الحقيقه انه من ساعه ما رجعنا من فتره التوقف والماتشات اللي لعبناها يمكن في مكاسب كنا يوم بعد يوم يا احمد بيتكلم عنها دايما في البرنامج وفي قناه الاهلي بشكل عام، يمكن كان منهم دايما يا احمد بنشيد ببادجي وان هو مطمنا، ودايما بقول لك انا حاسه ان هو هيفاجئنا في بطولة. أنا من أول يوم قلت لك بادجي يمتلك مواصفات المهاجم، حتى بتقولي شكله يعني حتى شكله من ناحية الجسماني وسريع وقوي ومهاري، كنا بنقول بيتمركز في الملعب بشكل صحيح. فالحقيقة زي ما بنبص على السلبيات برضو، وإنه إحنا كان التأجيل ده ممكن يكون في مصلحتنا بشكل كبير، لكن برضو في إيجابيات ومكاسب بنشوفها كل يوم في ماتشات الدوري، ولعيبة الحقيقة بتثبت نفسها يوم بعد يوم. وزي ما قلنا بادجي مثلا بيثبت وجهة نظر الجهاز الفني والإدارة في التعاقد معاه، الحقيقة مهاجم كويس جدا، وأتمنى بإذن الله نحن نشوفه على مستوى أعلى في أفريقيا إن شاء الله. وأعتقد كمان أنه خد جرعة ثقة مهمة في الفترة اللي فاتت، ومروان محسن من كمان ناحية خد مشاركته. جرعة ثقة يعني زي ما قلنا يمكن ما هدفش في الماتش الأخير، ولكن كان برضو مستوى أفضل لو تتفق معايا يا أحمد. طبعا من قبل كده طبعا، بس أنا بتهالي مروان أكتر خد الجرعة المكثفة في الجونة. يعني انطلاقة أتمنى أنه مروان محسن يجيد استغلالها، خصوصا أنها مسحت جزء كبير جدا من حالة عدم الرضا اللي كانت موجودة عند الجمهور. يعني بنتكلم بمنتهى الصراحة، وكلام ده لمصلحة مروان ولمصلحة النادي الأهلي. بادجي الحقيقة خد ثقة كبيرة جدا، وجزئية الثقة بالنسبة للهداف مهمة جدا. يعني كل ما كان مستوى الثقة عند اللعيب اللي مسؤوليته أو إن دوره في الملعب الرئيسي طبعا أو الأساسي إنه يحط جوال، كل ما الثقة زادت كل ما تتأكد إنه مستواه هيتقدم وهيرتفع. في تقديري انه حتى الثلاث جولات اللي جايين في الدوري، بنتكلم على دجله، بنتكلم على حرس، بنتكلم على الاسماعيلي، هي ماتشات فرصه كويسه جدا للنادي الاهلي انه يجهز التوليفه او التركيبه النموذجيه اللي يبتدي يلعب بيها ماتشات قبل النهائي مع
الوداد. صحيح السولية هيغيب 20 يوم، بس ان شاء الله في تقديرات الجهاز الطبي انه هيلحق الماتش ان شاء الله بتاع احتمال يكون موجود في قائمه الاسماعيلي، ولو ما كانش ان شاء الله يكون جاهز في ماتش الوداد. في لعيبه بترجع تباعا زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، الاسماعيلي هيشهد عوده كهربا مره ثانيه للقائمه، حسين الشحات بدا النهارده تدريبات، فاعتقد انه مع الوقت القوى الضاربه للنادي الاهلي خصوصا في الناحيه الهجوميه اللي احنا يمكن عانينا منها شويه لفتره من الفترات، سواء بالنسبه لرؤوس الحربه او بالنسبه للاجنحه، اعتقد انها من وقت للتاني او مع الوقت بنكسب الحقيقه ارضيه كبيره جدا، او الاهلي بيكسب فيها ارضيه كبيره جدا، وان شاء الله في خلال ال 25 يوم احنا هنقابل الوداد 26 هناك، ونقابله 3 اكتوبر هنا في مصر ان شاء الله باذن الله. في الوقت ده اعتقد انه القوى الضاربه للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون مكتمله وجاهزه للوصول للدور النهائي. والحقيقه احمد انه فكره نظام الذهاب والاياب، ويمكن ده قتلناه بحثا، انا اعتقد ان هو بنسبه كبيره في مصلحتنا انه لو لا قدر الله مثلا، بس ان شاء الله ده ما يحصلش، ما توفقناش في مباراه الذهاب، انت عندك فرصه ان انت تعوض على ارضك، مش هيبقى في جمهور، بس يعني عندك فرصه ان انت تبقى على ارضك وتعوض، لو انت بتتفق معايا في ده. الى حد كبير بتفق، بس هو سلاح ذو حدين، لانه حسم المواجهه الاولى لصالح الوداد، خصوصا لو في فرق سكور، هنيجي هنا في القاهره على ملعبنا، بس هيبقى في حاله ضغط او توتر. انا بيتهيألي انه السيناريو الافضل انه الاهلي على اقل تقدير يسجل هدف واحد، اعتقد طبعاً. ده الى حد كبير جدا يحط الاهلي ان شاء الله في دور النهائي. ويا سلام طبعا لو قدرنا نتعادل او نكسب تعادل ايجابي، اعتقد انه ده بشكل كبير جدا يعلي من فرص النادي الاهلي، وان كان برضو احنا التاريخ علمنا احنا ما بنقولش احنا تاهلنا الا مع صفاره الحكم في نهايه ال 180 دقيقه اللي هتجمع بين الاهلي والوداد. طب يلا اعمل لي التشكيله المثاليه لمباراه الاهلي والوداد. لو الاهلي في قائمته ما فيش يعني لعيبه اصابات او ايقافات، اعتقد انه الشناوي طبعا في حراسه المرمى ما فيش خلاف، بيتهيألي انه ربيعه ومتولي، بس متولي لا خلاص متولي صعب جدا يبقى معانا في قبل النهائي والنهائي، فاعتقد ياسر ابراهيم وربيعه، علي معلول، احمد فتحي او هاني، انا بشوف الاثنين الحقيقه في نفس المستوى الاجهز فنيا منهم. في النص يبقى السوليه وديانج، على الاطراف انا شايف انه الشيخ فايق جدا وعايز يعمل حاجه للنادي الاهلي، وفي النص ممكن يلعب بادجي طبعا، وفي الناحيه الشمال اعتقد حسين الشحات هو الاقرب إن لو كان جاهز فنيا، وورا دول اتمنى انه يكون صالح جمعه. طيب انا بمناسبه ذكر طبعا محمد هاني، عايزه برضو اقول انه الحقيقه انه محمد هاني واحده بواحده بيثبت نفسه في الحته اليمين دي، واحده بواحده بنشوف محمد هاني، يمكن محتاج لسه شويه انه يعني في شويه كده ايه، محتاج ياخد ثقه اكتر ممكن في الحته اليمين دي، بس هو فعلا اللاعب ده محتاج دعم اكتر من الجماهير، محتاج اكتر ان احنا نبقى واقفين في ظهره. هو هاني حظه وحش الحقيقه. ما هو ده اللي انا عايزه اقوله، مش عارفه اقوله. يعني هو هاني لعيب حظه وحش، لانه ما فيش حد بيفهم كوره ممكن يختلف على امكانيات محمد هاني في المكان ده. صح. لكن حظه وحش لاسباب كتير، حظه وحش لانه في اوقات كتير جدا بيبقى داون في ماتشات مهمه، على الرغم ان تلاقيه ماتش اللي بعده فايق جدا وعالي جدا وفي الدفاع والهجوم. خدي بالك انه لعيب الخط ده مشكلة ومهارة مش من السهل. صح. محتاج فتنس معين، محتاج وعي تكتيكي معين، مطلوب منه أدوار كتير جدا هجومية وأدوار كتير جدا دفاعية، غير أي لعيب تاني متمركز في أي منطقة في الملعب. لكن هاني كمان في أوقات بيظلمه، في أوقات طريقة اللعب أو التشكيل أو الغيابات بتحط عليه أعباء أكتر من المطلوبة منه، وده إلى حد ما بيخلي الناس ما تبقاش راضية قوي عن مستواه. لكن من الناحية الفنية أعتقد محمد هاني من أفضل اللعيبة في الناحية دي، مش بتكلم في نادي الأهلي، بتكلم على مستوى مصر، خصوصا طبعا أنه لعيب صغير، ومع الخبرة ومع الوقت أعتقد هنشوف هاني في حتة تانية خالص. نروح لأخبار النهاردة. الجهاز الطبي في الأهلي أكد أن عمرو سولية زي ما قلنا لحضراتكم لاعب وسط الفريق هيغيب عن التدريبات والمباريات لمدة تصل ل 20 يوم بعد إصابته بتمزق بسيط في العضلة الأمامية، طبعا في مباراة الفريق الأخيرة قدام المصري واللي فاز بيها النادي الأهلي بهدفين نظيفين. السولية كده هيغيب عن الأهلي في مواجهة وادي دجلة الجمعة اللي جاية، وبعدها مواجهة حرس الحدود على أقل تقدير، وممكن كمان مباراة الإسماعيلي. طبعا نتمنى ان شاء الله انه يرجع بالسلامه، واحد من
الاعمده الرئيسيه لفريق النادي الاهلي ويرجع في حالته ويرجع ان شاء الله ويكون مشارك معانا في قبل النهائي. بالمناسبه كمان الشحات النهارده نزل وبدا برنامج تاهيلي منفرد بعد ما جت نتيجه المسحه اللي خضع ليها للكشف طبعا عن فيروس كورونا سلبيه. الشحات تقريبا غايب عن النادي الاهلي من شهر يونيو اللي فات، وكان يمكن عمل عمليه الفتاء ورجع بالسلامه ان شاء الله، واعتقد انه الشحات هيكون اضافه كبيره. الاهم انه يدخل فورمه الماتشات والمباريات ويستعيد مستواه في اسرع وقت ممكن، وان كانت الفتره المتبقيه. انا دايما مركز على بطوله افريقيا لانها مش بس البطوله الاهم، هي البطوله الاهم والبطوله الاصعب، وكمان البطوله اللي عندنا يعني بتهيالي انه الدوري الى حد كبير خلاص قدر الاهلي انه يحسمه. احنا عندنا تقريبا 11 ماتش تقريبا 11 ماتش، لو خدنا منهم حوالي 15 نقطه اعتقد كده الاهلي بعيد عن اقرب منافسي. وبيتهيالي كمان انه في الناحيه الهجوميه احنا محتاجين وجود الشحات في قبل النهائي افريقيا، اعتقد هيكون دعم حتى لو مش هيشارك بشكل اساسي، لكنه بالتاكيد ورقه رابحه ممكن استخدامها والمناوره بيها في الايجابيه رجوعه للفريق. هنروح بقى للخبر اللي انت لسه كنت قايله يا احمد، انه هنقول التفاصيل، ان كشفت تقارير صحفيه مغربيه عن رفض الكاف ان هو ياجل طبعا مباراتي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه. موقع ل 360 المغربي قال ان في مصدر داخل الاتحاد الافريقي اكد ان لجنه المسابقات رفضت تاجيل الماتشين تماما، سواء نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه كمان، رغم زياده اعداد المصابين بفيروس كورونا. الموقع كمان اضاف ان الكاف اعتمد المواعيد النهائيه خلاص لمباراتي النصف النهائي. الرجاء هيستضيف الزمالك يوم 25 سبتمبر، وهتقام مباراه الاهلي والوداد بالمغرب في اليوم التالي. في الاياب هيواجه الزمالك الرجاء المغربي على ملعب برج العرب في مدينه الاسكندريه يوم 2 اكتوبر، والاهلي هيستضيف الوداد على ملعب السلام يوم 3 من نفس الشهر. وطبعا احنا كنا عارفين قبل كده انه كان في تقارير طبعا اشارت انه فريق الوداد الرياضي بيتجه لطلب تأجيل مباراته ضد الأهلي نظرا للإصابة، إصابة العديد من لاعبي بفيروس كورونا خلال الأيام اللي فاتت. أتمنى الشفاء طبعا، وبالتأكيد يعني هي بالتأكيد هتأثر، يعني فكرة أنه يبقى في حالة حظر على اللعيبة أو يعني حجر صحي على اللعيبة لمدة 14 يوم بالتأكيد هتأثر على الوداد سلبا. على كل الأحوال نتابع، واحنا بنتابع اخبار لعيبه الاهلي طبعا كلام كتير قوي حضراتكم تابعتوه وسمعتوه على السوشيال ميديا الفتره الاخيره، اول تحديدا ال 24 ساعه الاخيره على اليو ديانج نجم النادي الاهلي اللاعب المالي اللي بالفعل واحنا بنكلم حضراتكم اخطر اللاعب المالي اليو ديانج النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي بموعد رجوعه للقاهره وانتظامه في تدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. في نفس الاتصال اكد اللاعب لمسؤولي النادي الاهلي انه هيرجع ان شاء الله لمصر يوم الاربع بعد ما قام بتجديد جواز سفره، وده الامر اللي كان سامح بيه. يعني هو الحقيقه رجل تلقى اذن من الجهاز الفني للنادي الاهلي انه يسافر لمالي عشان يتمكن من تجديد جواز السفر عشان يقدر يسافر، لولا ان هو لو جواز سفره مش جاهز اللاعب مش هيقدر يسافر مع الاهلي لمواجهه الوداد المغربي. عشان كده اليو ديانج سجل حتى فيديو نشره على او نشر على صفحه النادي الاهلي، خلينا نتابع تفاصيله ونرجع لحضراتكم على طول. السلام عليكم، هاي علي فانز، اي ترافلينج تو مالي افتر بيرميشن فور كابتن سعيد تو دو ماي باسبور، and inshallah I come back and I will be ready to play Wadi Digla game inshallah. هو اللي انا مش بفهمه يا احمد، يعني فايلر اكد في المؤتمر الصحفي بعد المباراه انه طبيعي انه قال بالظبط ان هو مسافر علشان يجدد جواز سفر وكل حاجه، ليه بقى اشاعات بتطلع؟ لا دي الاشاعات ليه؟ في يعني المدير الفني بنفسه اكد اللاعب مسافر ليه؟ لا انا ده هرب من الاهلي وده راح. من ساعه ما ابتدينا في قناه الاهلي بشكلها الجديد وابتديت اتابع طبعا بشكل رئيسي صفحه الاهلي تي في او قناه النادي الاهلي وبتابع معاها بعض الحاجات التانية المرتبطة بالمجال الرياضي، اكتشفت وتيقنت الحقيقة من أنه كم اللجان الإلكترونية أو الميليشيات والكتائب الإلكترونية اللي موجودة
شغاله بس بانستراكشنز عشان تركز على اشاعه او تنشر خبر مش صحيح. والحقيقه في جزء كبير جدا من الاشاعات دي استهداف واضح وصريح للنادي الاهلي. اي حاجه حتى لو يعني مش متاكدين منها او مش متاكدين منها مش هتاثر التاثير، ما دام فيها ضربه شاكوش صغيره هتلاقيها موجوده بشكل كبير. دايما فعلا بيحبوا زي ما انت بتقول يصدروا الازمات اللي ممكن تكون موجوده في النادي الاهلي، واشاعات ممكن ازمات اصلا مش موجوده، بس عشان يشتتوا الفريق في مرحله مهمه وفي مرحله حاسمه. بس دايما بنقول الاهلي ما بيبصش للكلام ده، الكيان الكبير ده مش بيتاثر بالكلام ده. نروح للجنة الخماسية اللي حسمت تطبيق تقنية الفيديو في دوري القسم الثاني المقرر طبعا استئنافه 20 سبتمبر اللي جاي. في مصدر في اتحاد الكرة قال في تصريحات صحفية النهاردة ان تقنية الفيديو مش هتطبق في دوري القسم الثاني خلال الموسم الحالي، خاصة ان هي بتستلزم الحصول على موافقة من الاتحاد الدولي، بجانب طبعا تدريب حكام الدرجة الثانية على استخدام التقنية لحصولهم على رخصة إدارة المباريات في وجود التقنية. نروح لعمرو وردة. عمرو وردة النجم المصري المحترف الحقيقة ولاعب فريق باوك سالونيك بدأ مرحلة أو دخل في مفاوضات مع نادي باناثينايكوس اليوناني بعد ما سافر لأثينا عشان يتفاوض مع النادي ويتفق بقى على البنود أو الشروط الخاصة بالعقد بين الطرفين. إذاعة سبورت أف أم اليونانية قالت إنه وردة بيقترب بشكل كبير منه ينضم لباناثينايكوس، وارتبط اسمه برغبة النادي اليوناني في التعاقد معاه، خصوصا انه اصبح في الفترة الحالية خارج حسابات باوك. نروح بقى لنيمار البرازيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اللي اعلن بقائه في الفريق خلال الفترة اللي جاية. كان في زي ما حضراتكم عارفين شكوك كده حول مصير نيمار مع سان جيرمان بعد خساره فريقه لقب دوري ابطال اوروبا قدام بايرن ميونخ، بس نيمار النهارده قال في تصريحات لمجله نادي ان هو مستمر وباقي مع باريس سان جيرمان في الموسم الجديد موسم 2020-2021، وقال كمان ان هو ليه طموح كبير جدا في الوصول لنهائي دوري ابطال اوروبا مره ثانيه، بس المره دي بقى يفوز باللقب كمان مش يوصل بس للنهائي، وقال ان هو بيتطلع ان هو يبذل أقصى جهد عنده علشان اسمه يكتب في تاريخ فريقه باريس سان جيرمان. نيمار وحده لا يكفي، انا بيتهيألي انه احنا بنتكلم طبعا على كوكبه كبيره جدا من النجوم، وخدي بالك دايما يا ساره انه النجوم الكبيره اللي بحجم نيمار واحد من اهم واشهر واكبر نجوم الكره في العالم، واعتقد انه في مرحله ما بعد ميسي ورونالدو هيكون دايما نيمار في الصوره كواحد من افضل اللعيبه اللي بتنافس على لقب الافضل في العالم. بعد ما بيحقق الـ 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 الشهرة وبعد ما بيحقق حلم اللعب للأندية الكبيرة وبعد ما يحقق طبعا النجاح والفلوس وإلى آخره، بيبقى الدافع الأساسي والمحرك للعيبة من الطراز ده أو من الحجم ده ومن العيار التقيل ده فكرة تحقيق البطولات. وحتى اللحظة نيمار على المستوى المحلي قدر يحقق مع باريس سان جيرمان، لكن مع بي اس جي في بطولات أوروبا أعتقد أنه إخفاق وراء إخفاق، رغم انه النادي بيضم كوكبه كبيره جدا من النجوم. ومع ذلك وصوله لنهائي دوري ابطال اوروبا، او مش هو كان نيمار، باريس سان جيرمان ان هو يوصل اول مره في تاريخه لنهائي دوري ابطال اوروبا، اعتقد ان هو انجاز كبير. كان بيلعب برضه يا احمد بايرن ميونخ، يعني انت كان واخد اللقب خمس مرات وفي افضل حالاته زي فعلا ما بتقول، فممكن فعلا نشوف الموسم اللي جاي باريس سان جيرمان تاني في النهائي، ممكن ياخد البطوله، كل ده هنشوف. هو بالتاكيد بقى اي بطوله بيشارك فيها باريس سان جيرمان من اقوى المرشحين للفوز بيها، وبالتاكيد تشكيلته او السكواد بتاعته دلوقتي ترشحه انه يكون واحد من اكبر واتقل فرق اوروبا. مستمرين مع حضراتكم في السادسه بس بعد الفاصل.